يقول بعد كل وضوء أصلي لله ركعتين سواء كان ذلك الوقت وقت نهي أو غير نهي، عملا بما ورد عن أحد الصحابة الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معناه عندما رأوه في الجنة فقال لا أتوضأ إلا وصليت ركعتين لله، فهل يجوز لي أن أصلي إذا توضأت ركعتين حتى لو كان الوقت وقت نهي؟ نعم، هذا الحديث ورد عن بلال رضي الله عنه، هو حديث صحيح، سنة الوضوء ثابتة وأداؤها في غير وقت النهي هذا لا خلاف فيه أنه مستحب، وأما أداؤها في وقت النهي فهذا محل خلاف، فمن العلماء من يرى أنها لا تؤدى في وقت النهي أخذا بعموم النهي، ومن العلماء من يرى أنها تؤدى في وقت النهي لأنها من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب عندهم تفعل في أي وقت عند وجود أسبابها، كركعة الطواف، تحية المسجد إذا دخله للجلوس فيه، صلاة الكسوف، صلاة الجنازة، يقولون هذه ذوات أسباب تفعل عند وجود أسبابها لأن الشارع علقها بهذه الأسباب فتفعل، ومن ذلك سنة الوضوء فإنها من ذوات الأسباب، فإذا فعلها الإنسان فلا حرج عليه في ذلك، إذا فعلها في وقت النهي أخذا بهذا القول فلا حرج عليه في ذلك.